ومعانا الأستاذ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، رئيس جامعة بني سويف ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. كنا عايزين نعرف رأي حضرتك في مؤتمر آيماك السنة دي. هو آيماك كل سنة فعلا بيكون عنده أهداف كتيرة قوي. من أول ما بدأ المؤتمر هو بيعتبر يعني وصلة بين الجديد في علم جراحة الأوعية الدموية وخاصة الشريان الأورطي، ويعني بالنسبة للجراحات القديمة، لأن احنا فعلا جراحات الأوعية الدموية بدأت في مصر منذ فترة ليست بالقريبة، ودايما بيحدث تطور في علم الأوعية الدموية وخاصة جراحات الشريان الأورطي، لأنه تم يعني استبدال الجراحات التقليدية التي كانت تجرى على الشريان الأورطي بجراحات عن طريق الأوعية الدموية التداخلية والأساطر والدعامات وغيرها من الوسائل الحديثة. طبعا المؤتمر كل عام بيأتي بالجديد في نوعيات الدعامات، لأنه ظهرت أجيال عديدة. أنا فاكر منذ التسعينات كانت هناك دعامات للشريان الأورطي وكان يتم التسويق لها، ولكن مع الوقت تبين وجود العديد من المضاعفات، ومع التطور التكنولوجي وتطور العلم بدأ تقنية عالية في الدعامات لتكون فعلا قريبة من الشريان الأورطي الطبيعي وتقلل من حدوث المضاعفات بالنسبة للمرضى. وهذا هو المطلوب في المؤتمرات العلمية، أن يكون لها أهداف واضحة، أن تطلع شباب أطباء جراحة الأوعية الدموية على كل ما هو جديد في أمريكا وأوروبا، حتى تكون يعني مصر على يعني اتصال وتواصل مباشر مع الجديد في جراحات الأوعية الدموية. أكيد. طيب إيه الجديد في جراحة الأوعية الدموية السنة دي؟ هو طبعا يعني كل يوم في جديد في جراحات الأوعية الدموية. بنسمع عن نوعيات كتيرة من الأساطر، بنسمع عن نوعيات كتيرة من الدعامات التي يمكن تركبها عن طريق الأساطر، أيضا نوعيات جديدة من الدعامات تتميز بأنها تطيل عمر الشريان بعد إجراء التدخل الجراحي. كل هذا يعتبر جديد، لأنه مع التكنولوجيا الحديثة يعني نقلل من نسبة المضاعفات ونقلل من نسبة انسداد الدعامات وغيرها من الوسائل المستخدمة في توسيع الشرايين، وأيضا يكون هناك فترة أطول للمرضى للتمتع بشرايينهم سليمة ولا يمتد إليها مرض تصلب الشرايين مرة أخرى. تمام. كنا حابين نسأل حضرتك كمان عن اهتمام الجامعة بالتخصص. هو جامعة بني سويف تعتبر من الجامعات الحديثة، عمر الجامعة حوالي 12 سنة، ولكن كنا حريصين فعلا في المستشفى الجامعي أن يكون هناك يعني تطور باستمرار في مجال جراحات الأوعية الدموية وجراحات القلب أيضا والأوعية الدموية. فيمكن أول حالة استبدال للشريان للصمام الميترالي تمت في جامعة بني سويف عن طريق الأسطرة التداخلية، وأيضا في تعتبر أول حالة استبدال لتمدد بالشريان الأورطي في شمال وجنوب الصعيد أجريت في جامعة بني سويف بنجاح منذ أكثر من عامين. ودايما بنحرص على أن يكون عندنا أجهزة حديثة، يعني مثلا يمكن 3 أجهزة بتستخدم لجراحات الأوعية الدموية وانسداد الشرايين التاجية موجودة في المستشفى الجامعي، ويمكن آخر أو أحدث جهاز وصل منذ عدة أسابيع. ودائما بنكون يعني حريصين أن احنا ننقل هذه التكنولوجيا المتقدمة للمرضى في صعيد مصر اللي هو فعلا عانى كثير من الإهمال وعدم وجود التقدم العلمي. فاحنا كدورنا كجامعة ان احنا بننقل هذا التقدم في مجال جراحات الأوعية الدموية وجراحات الشريان الأورطي الى صعيد مصر اللي هو فعلا يستحق الاهتمام والرعاية الصحية المتكاملة. اكيد. في نهاية اللقاء بنشكر حضرتك جدا ومش ساعة على وقتك. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا.